توفي نجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي بعد صراع مع فيروس كورونا. وذكر مراسل العراقية الإخبارية أن الأسطورة أحمد راضي تعرض لانتكاسة في حالته الصحية بسبب مضاعفات الفيروس أثناء وجوده في مستشفى النعمان، ما أدى إلى ضيق حاد في التنفس ليلقى حتفه قبل المغادرة إلى عمان لتلقي العلاج. ويذكر أن النجم العراقي السابق أحمد راضي قد غادر مستشفى النعمان الأسبوع الماضي على مسؤوليته بعد تحسن بسيط في حالته الصحية قبل العودة إليها بعد يوم واحد. راجعون صباح هذا اليوم تقريبا الساعة 7:13 تم الاتصال بي من قبل المرافق للكابتن أحمد راضي رحمه الله بلال فاضل راضي ابن أخوه، فقال عمه بالحمام وما بي حركة. المهم الأطباء القريبين منه كانت الممرضة استدعتهم، فأصعدت لقيت الأطباء دا يعملوا له مساج وإسعافات أولية. كان داخل الحمام بس ما ماخذ وياه علبة الأكسجين وتأخر بالحمام، طرقوا عليه الباب لقوا يعني ما بي حركة، فنقلوه من الحمام إلى السرير، بقوا يسووا له إسعافات لمدة نصف ساعة كنت حاضر أنا بيها إلى أن توفى الله يرحمه. خسارة كبيرة أن أضاف الآن هو النجم الأول بالرياضة العراقية والأخ وزميل وصديق، ويعني نقول الحمد لله والشكر. تعددت الأسباب والموت واحد، وهاي كتاب رب العالمين، وإحنا مؤمنين ولازم نؤمن بهذا الشيء، والله يمنح أهل الصبر والسلوان، والله إن شاء الله يغفر له ويدخل الجنة إن شاء الله. ما عندنا غير بس الدعاء ونقرأ القرآن يعني بس هاي.